هكذا مشاهدينا الاعزاء ينطلق هذا الشوط. شكرا للزميل محمد بن بريك المري، شكرا لكل الزملاء في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، يصل الى ارض الميدان سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. نرحب باجمل ترحيب، اهلا وسهلا يا ابو مكتوم على ارضيه هذا الميدان في حضوره لتتويج الاخوه الفائزين في مساء يجدد روح النشاط والحيويه مع كاس المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم. نسير مع شواط الانتاج والمنتجين ونخبه من هذه السلالات الاصيله بين المحليه والمهجنه، بين السلالات الاصيله والعريقه، بين الشعارات المختلفه والالوان الزاهيه. نبدا بحضراتكم مع المركز الاول، والجزيره تتقدم في صداره الشوط. راشد بن محمد بن عبيد المنصوري يتقدم الى المركز الاول، همس تحتل المركز الثاني، راشد بن سالم بن راشد بن غدير يحتل المركز الثاني. انتقل الى الشايبه للمركز الثالث، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين على المركز الثالث نحو الكاس، نحو كاس الانتاج والمنتجين. بينما المركز الخامس دوش حاضرة من الجانب الاخر لشعار بن غدير، راشد بن سالم بن راشد بن غدير يقدم اكثر من خيار في هذه الانطلاقة. المركز الخامس شعار البريدي ياتي ويصل في هذه اللحظة، ها هو امامكم يحتل المركز الخامس. رهان هذه لحمد بن جار الله بن حسين البريدي على المركز الخامس. هذه النتيجة للأسماء اللي حضرت في هذه اللحظة، اللي تواجدت نحو الهدف المنشود، نحو كأس ختامي المرموم لهذا الموسم ضمن أشواط الانتاج والمنتجين. الجزيرة لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة يا أبو فري على قائمة الشوط بالمركز الأول. الجزيرة مسيطرة، راشد بن محمد بن عبيد المنصوري على القائمة الأولى لمستوى هذا الشوط، لكن الشايبة على المركز الثاني، الشايبة تتصدر ثاني المراكز لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين يحتل المركز الثاني. انتقل إلى شعار بن غدير على المركز الثالث والرابع، حيث فازوا مع الشوط الماضي ببندقية الجعدان المحليات الأصايل، وكان دسمان على الموعد حاضر في الانتصار، على الموعد حاضر يا ابو راشد في الناموس. الان بين همسه وبين دوشه في هذه المراكز المتقدمه. مشاهدينا الكرام، اذهب الى المركز الخامس، شعار البريدي تتواجد وتتقدم رهان حمد بن جار الله بن حسين البريدي يصل على المركز الخامس، على المركز الخامس. لكن الاسماء لا زالت هناك الكثير من الاسماء المرشحه والحاضره في مستوى اللقب، في مستوى الانتصار. اعود الى الجزيره، اعود الى الجزيره، لا زالت مسيطره بكل سيطره وبكل قوه. هذه الجزيره امامكم، راشد بن محمد بن عبيد المنصوري، اهالي المدينه حاضرين، اهالي الظفره قادمين. بينما الشايبه تتواجد منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، لكن بن غدير بدا يسوي دوشه. صاحبه الشلفه في ميدان الشحانيه راشد بن سالم بن راشد بن غدير الى المركز الثاني، المركز الثالث الشايبه، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. الكل يترقب الظبي، اين موقعها من الاعراب في هذا الموسم يا ابو محمد؟ النقله الى المركز الرابع، هذه اللي وصلت وتقدمت الان على المركز الرابع. همسه راشد بن سالم بن راشد بن غدير. لا زالت النتيجه مثل ما كانت. بدا البريدي الان احط الرهان مع رهان حمد بن جار الله بن حسين البريدي الى المركز الخامس، الى خامس المراكز. هذه الاسماء الواصله، هذه الاسماء الحاصله حتى هذه اللحظات الى تتويج
النتيجة. الكاس كاس الانتاج والمنتجين، كاس الانتاج والمنتجين، فرحة المنتجين بشوط الرمز، بشوط الرمز بالكاس. لكن المنصوري لازال مسيطر، راشد بن محمد بن عبيد المنصوري لازال. يا ابو فري يا ابو فري يا ابو فري، الله يجيب الفري. المركز الثاني هذه دوشة، يا سلام، دوشة 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 دوشة، راشد بن سالم بن راشد بن غدير على المركز الثاني. المركز الثالث شايبه منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين، لكن عامر بن محمد بن زايد، عامر بن محمد بن زايد قدم ضبة، قدم ضبة، قدم ضبة، وصلت نبا سعادة محمد بن سلطان بن مرخان. هذه الاسماء اللي امامك عزيزي المشاهد، يا من تتابع ختامي المرمومة، هذه الاسماء. شوف نخبة الانتاج والمنتجين، شوف الاعداد الهائله، شوف الاعداد الموجوده. لكن لكن يلا يا ابو زايد، تحرك ابو زايد مع ضبا ضبا ضبا، عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ونبا وصلت، نبا وصلت للصعب هنا في هذه اللحظات. سعاده محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. المركز الثالث دوشه من الجانب الاخر، راشد بن سالم بن راشد بن غدير الشايبه حاضر، منصور بن سيف الخيارين. 1200 على خط النهاية، يا سلام يا بن زايد يا بن زايد، عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ومحمد بن سلطان بن مرخان، وكذلك بن غدير، ومنصور بن سيف، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين الخيارين. ولكن الصعب 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 في ركاب صعابة، يحتل المركز الأول إلى صدارة الشوط، عامر بن محمد بن زايد إلى المركز الثاني، دوشة في المركز الثالث يا بن غدير، الشايبة قادمة، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. لكن مرغم تنادي بالسلام، الشحانية تريد الانتصار، الشايبة الشايبة تقدمت الشايبة، ولكن نبى مسيطرة، نبى مسيطرة، نبى لصحب المضمرين. يلا يا الغفيلي، يلا يا عبيد، يلا يا الغفيلي، ولكن الشايبة الشايبة اللحظات الأخيرة بين نبا بين الشايبة، الشايبة ونبا، نبا والشايبة، من يأتي بالأنباء الخبيرة، من يأتي بالأنباء السعيدة؟ ها هي نبا، نبا للصعب، صعب المضمرين، صعب المضمرين، يكسب هذا الكأس، يكسب هذا الكأس، يكسب كأس الإنتاج. على فكرة من بداية المهرجان كأس الإنتاج لدى لدى كأس الإنتاج لدى محمية سكاي دايف، سكاي دايف. إذا ترشيحك يا أبو فهد، ترشيحك يا أبو ضبيب، هذه مشاهدينا الاعزاء، نبا 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 صعب المضمرين. الله 14 رمز في رصيد هذا الشعار هذا الموسم. هنيئا لك يا الصعب، هنيئا لك يا عبيد، يا ابو محمد، يا ابن مرخان، كاس الانتاج يذهب مع صعب المضمرين. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الشايبه، منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث همسه لراشد بن سالم بن راشد بن غدير. المركز الرابع هذه ضبة لعامر بن محمد بن زايد المنصوري. والمركز الخامس، المركز الخامس هملول أو دولة لسعيد بن حمد بالدليلة العامري. هكذا كانت النتيجة، صعب المضمرين يظفر وينتصر بهذه الانطلاقة. مشاهدينا الكرام، 9 دقائق أو 8 دقائق 51 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان على فوز نبا بكأس الإنتاج والمنتجين. تهانينا لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان، وكذلك عبد الله بن سلطان الغفيلي المضمر. المركز الثاني 8 دقائق 53 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، حيث حضرت في هذه الانطلاقة الشايبة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، قدمت عرض بما هي الكفاية من البداية للنهاية. المركز الثالث كانت همسه بشعر راشد بن سالم بن راشد بن غدير، احد ملاك هذه السلالات الاصيله وهذه الشعارات، ب 8 دقائق 56 ثانية و8 أجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لديك الزميل مطلق العنزي، هذا اللقاء وهذا المايك. شكرا.